قديه حلو بس يترافق الجمال مع الثقافة والشخصية الحلوة. باختصار، شو حلو امتزاج جمال الذات بجمال الصفات، جمال الأفعال، والأساس هو جمال ونقاء الفكر والروح. ضيفتنا اليوم حصدت عدة ألقاب جمالية، انتخبت ملكة جمال العرب لعام 2023 وملكة جمال السياحة العربية. هي رفل مرجان الجميلة قلبا وقالبا. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. أهلا فيك. Thank you so much. يعني خبرينا رفل هيك عنك أكثر، هالمشوار من بغداد العزيزة وصولا للبنان وحصدك هالألقاب الجمالية، كيف بلشت؟ خبرينا واعطينا شوية صراحة تفاصيل. رح أحكي هلأ لبناني كرمال تفهم علي أكتر. أنا بلشت بالصدفة. هلأ أنا عايشة هون من 2004، يعني كنت جريد فور وقتها. فلما بلشت إنه كانوا عاملين كومبيتيشن كتير حلو كتير كبير وضخم من كل أنحاء العالم، في صبايا وعلى صعيد جمال وثقافة وكتير قصص. ففي استاذ إلي نحاس، طبعا بوجه له تحية، له لزوجته سابين، كتير بحبهم وبعزهم. هالعيلة متكاملة ومتكافئة دايما، حتى بتعاونهم بالعمل سوا. وقتها قال لي انه ليش ما بتفوتي وكذا، يعني مسابقة حلوة وإلى صيتة. نعم وهو طبعا بيعمل سباق، مسابقات كتير عالمية بإيطاليا وبكل أنحاء العالم. بالفعل. ففتت انا ما لحقت، كان عندي بسافر كتير، ففتت اخر 5 ايام والحمد لله مشي الحال واخدت اللقب ملكة جمال العرب. كان يعني شيء حلو، اكيد شعور حلو. أكيد هو اطلاقا ما بيستند على الجمال، سو كانت في كتير اختبارات وتست بالموضوع. يعني ال5 ايام اللي انا فت فيهم هن كانوا 20 يوم لازم، فللصبايا اللي قبلي. هلا بدنا نحكي اكيد تباعا بالحلقه، مثل ما عم بتقولي شو حلو هيك نسمع انه ما كان بس اذا بدك المين ريزن او السبب اذا بدك الوحيد هو الجمال. إطلاقاً اكيد يعني الجمال اذا بدك بيكون هو بركة بدايه وصوره هيك اوليه، بس قد ايه حلو بالضبط. يكون المضمون، وقد ايه حلو البنت كمان انه توظف هيدا الجمال بالخدمه. اذا بدك انا كان فيها تكون الخدمه الاجتماعيه التوعويه بالشكل بالضبط الصحيح، هيدا بالضبط. الأمر هو أمر أساسي. بدي أسألك أنا، كيف بدها تقدر يعني مرجان تخلي هاللقب؟ يعني تكون أنا صادقة معك، بنسمع يوميا وعلى مدار السنة في عدة ألقاب جمالية، كيف أنت بدك هيك تتركي بصمة؟ كيف بدك تتركي أثر بالمجتمع؟ صراحة حاطة بلان اي بلان بي. في كذا شغلة براسي، حابة افتح جمعية. بعيدا، انا كنت فاتحة جمعية بحقوق الحيوان سابقا، يعني على الصعيد الشخصي اكيد. وهلا حابة افتح جمعية رعاية الاطفال، بطريقة انه اذا مرق بحياتهم اكسيدنت او شيء من ناحية العيلة او ناحية الظروف المادية او الفكرية، فانه هن يستمروا بانه يسقفوا حالهم ويوصلوا حالهم، ونحنا اذا مش اهلاتهم. فكتير عم فكر بهالموضوع صراحة، مش لحالي لحالي، بس انه لازم اقدر اوصل لبوينت معينة انه اقدر فعل هيدا الموضوع. لانه بتعرفي الحياة صعبة وفي كتير اكسيدنتس بيمر فيها أكيد الانسان يعني. سو ان شاء الله اقدر احقق هيدا الشيء. وكمان بحب كذا شغلة، يعني مش بس هيدا الموضوع. خبرينا شوي عنهم أكثر. ومثلا بحب التمثيل، بس التمثيل بحب دايما جسد او طور، هادف هادف يكون يس هادف. يكون هادف انه دايما في التاريخ القديم. طبعا مش ضروري يكون التاريخ اللي منه حلو، نعم فينا الحلو فينا المش حلو، فينا نعمل ميكس تنبين الصورة للاجيال الجديدة. كتير بحب مثلا انا هلا على جيلي، let's say انه في كتير قصص قريتهم بس مش شايفتهم اذا صورة اذا مسلسل او موفي. سو بفضل كتير يكون انه نعيد التاريخ، كتير بهم التاريخ، انه نعيد التاريخ ونضوي عليه للتلاميذ او مثلا الاجيال الجديدة القادمة، او حتى الجيل الجديد يعني هلا بالوقت الحالي. حلو نشوف رفل يعني هيك عن جد صبية عربية يكون عندها هالقد إلمام
بالتاريخ، بعرف قد ايه انت هيك كمان طواقة للثقافة، وبطبيعة الحال انت دايما بتسافري صح. مثل ما عرفت. خبريني شو اكتر ثقافة طبعت بذهنك، واكتر هيك بلد اثر فيك وليه؟ تقريبا مش تقريبا 100%، اكتر شيء انا حبيته بايطالي هو الكالتشر، البنى او البيلدينجز او الديزاين، ديزاينرز اللي هونيك. كتير بحب، يعني غرامي مغرمة بشي اسمه يعني النقش الايطالي القديم، خلينا نقول باللغة العربية. هو كتير بيعبر عن الفكر اللالا لاند اذا بدك، وفكر بيعبر عن البرنسس اللي شايلة الدرس تبعها وطايرة بالسما، سو دايما بيعبر على هذا الموضوع. سبيشالي في كتير، يعني في الكنائس، طبعا هي غنية عن التعريف بالموسيقى تبعها، ثقافتها المسرحية، الفن، الرسم، بما اني انا انتيرير اركيتكت سو كتير بفوكس على هالموضوع، وكتير عندي الهام فيه، كتير بيجذبني بحبه، بحب اخذ منه حط كذا شغلة، انه مثلا تعملي منه شيء، اذا هو حتى لو كان شيء بعيد، اذا بدك تعملي لوجو، دراس، شعرك، كيف طريقتك، هذا كله بيساعد فيك تاخدي منه واضح بوينتس. باي ذا واي، يعني عن جد انت عم بتقولي هيك، انا ما كنت يعني هالقد بعرف تفاصيل، بس عم تقولي لي قد ايه بتحب الهيستوري، وحسيت اكيد هلا من خلال حوارنا الفينتج بارك ستايل وهيدا يا الامر، يعني انت مثل هالاميرات اللي عم نحكي عنهم ثانك يو. بالفعل، بطريقه حتى ثيابك فيه هيدا اذا بدك هيك الكلاسيكال لوك الراقي والهادئ كمان، هيدا الشيء جميل جدا. بتحب الموضه؟ كتير بحب اكثر شيء الفيكتوريان ستايل اللي هو ماخوذ منه، اكيد بتعرفي. دايما بحب الدريسز تبعهم، بحب طريقة الشعر تبعهم، كيف يتحركوا ويتكلموا، هالاخبار يعني كتير معلقة فيهم اذا بدك، من وقت انا وصغيرة طبعه الكرتون بذهنك. يس يس كتير. طيب قلتي لي هلا عم نحكي انه كان في عندي كمان جمعية تعنى بالرفق بالحيوان، بعد هيدي الجمعية لا صراحة توقفت مش كليا، يعني مثلا اذا انا صادفت، قلت لك كانت على الصعيد الشخصي، نعم اذا في حال هلا انا تصادفت بحالة كيس معين، انا اكيد رح اقوم بالواجب، ما في ليكي. اذا بتبلشي بهالموضوع او اوريدي انت مخلوق معك، مخلوق معك لما انت يعني اول ما وعيتي او كنتي راشدة، ما فيك توقفي اطلاقا، قد ما اهلك قالوا لك لا، قد ما الناس او الجيران او قالوا لك انه هذا الموضوع بجيب مشاكل، نعم سبيشلي انه بالفعل. نحن شوي بالبلدان العربية ما كتير مركزين على هذا الموضوع. الحيوان هو يعني عنصر كتير مهم، انه نحن ما بدي بالغ، بس هيدي عن جد بنتعلم من صبره، بنتعلم من تعبيره اللي هو بطريقة العين، بطريقة الحركات، هذا الشيء كمان كتير بيطورنا وبيعلم أولادنا على الرحمة والإنسانية. لكن دايما أنا بوقت وين ما عيش حاول أنا أنشر هيدي النظرية، كرمال إنه يضلوا يحاولوا العالم إنه يحافظوا، إنه عم يأذوا صراحة، ما يأذوا، بس جست إنه هالرسالة اللي عم على أوصلها القليلة كمان إذا مثل ما عم بتقول الواحد منه قادر يساعد أو يساهم إنه ما بركة، يأذي. على القليلة ما تأذي، على Exactly. القليلة ما تأذي بالفعل. ودايما بنقول كمان من المهم الواحد يبلغ بس يشوف حيلا، انت هيك بفهم يلي عم بتقوليه، اكيد بركة عم تقولي عن المنتاليتي الشرقية، لان بطبيعة Exactly. الحال بركة العرب دايما عندهم المسائل يلي تعنى حقوق الانسان، بظل اكيد كمان الواقع يلي للأسف عم نشهده، بس هيدا ما بيمنع اكيد الانسان مثل ما عم بتقولي الحيوان هو كمان يعني طبعا عنده عنده مشاعر قوية وبيعبر بطريقة كتير واضحة، بس نحنا ما بنركز يعني على الموضوع هذا، بفضل انه لا، انه الواحد يعلم اولاده، يعلم في ناس كبار، بس من الصغر. يعني انا كذا مرة واجهت معركة، خلينا نقول، بقول له لناس كبار، بقول لهم ما اللي بيوجعك بيوجعوا، بالفعل. سو نحن لازم ما نوجع وما نأذي المخلوقات، بالنهاية هاي طبيعة، يعني لازم نحن نتعايش معها. بالفعل ونربي ولادنا منذ الصغر، يعني هذا بالضبط. الشيء اساسي، بس انت تكوني معودتيهم هيك يعرفوا يحترموا الحيوان مثل ما بيحترموا الانسان، بتصير هي اذا بدك اسس ثابته بحياتهم. مظبوط.
من ناحية تانية بتقولي انه انت بترفضي الشهرة الاعتباطية، من المهم هالشهرة تكون هادفة ومفيدة. كيف رفل حتوظف لأبا بالمستقبل اذا بدك بهيدي الغاية؟ شو هي الاهداف، شو هي الامور يلي انت هيك بركة الابكومينج، خلينا نقول البروجكت يلي حاطين انت ببالك؟ اوكي، هلا صار فينا نقول المنبع، اذا بدك المنبع الفكر بهذا الموضوع تكون من انه لما انا وعيت زياده شفت حالي انا مأثره بكم شخص بالمجتمع الصغير اللي انا فيه، يعني دائرة القريبة. بالضبط. وهذا الشيء اثر على انه هن مثلا نجحوا بحياتهم، حبوا حالهم اكثر، وهذا الشيء انا كثير يعني بفتخر فيه بيني وبين حالي، عرفتي؟ سو لما لا تسي انه اخذت هيدا اللقب بيساعدني انه انا اكون بارزه اكثر، بس بطريقه مفيده. قلت لك يا بتكون رعايه اجتماعيه، يا بتكون على الصعيد التمثيل بطريقه كمان حلوه انه تقدري تجذبي المشاهد او تاثري بحاله او بشخصيته او بنظرته او فكرته للموجود او المجتمع او الموقف. بين قوسين بالضبط انه فيك تقولي يعني بهيدا القصتين، مش يعني على صعيد الإنسانية وعلى صعيد الفن، لأنه أنا بعشق الفن من واضح ناحية الرسم وديزاين يعني. وحساسة، واضح يعني للمشاهدين قديشك هيك مرهفة الإحساس وقديه عندك نظرة بالفعل يعني فنية، هذا الشيء واضح للجميع. قد الرجال رفل يعني الرجل بشكل إذا بدك ركيزة أساسية، كنا عم نحكي شوي أنا وياك تحت الهواء، قد بشكل هيك ركيزة أساسية بهيدي الأهداف بحياتك؟ الرجل بصورة عامة خلينا نقول على الصعيد الأخ والبي والزوج أو الحبيب، طبعا حدا كتير مهم، بس نحكي حتى على طريقة على صعيد الارتباط وهالأخبار اللي عم بيصير هلأ، التغيرات الكبيرة للأسف اللي عم بتصير، إنه دايما بيطلبوا منا جهد أكتر بدل ما هو يكون سند، عرفتي؟ لأنه طبيعة الحياة أو نشأتها إنه الرجل هو السند للمرأة، أكيد فيها تكون هي سند لإله at the same time، بس إنه بطريقة يا تكون ما تكون بالانس، تكون هي أقل شوي كمان، إنه نحن بدنا نحافظ على أنوثتها، على تفكيرها، أكيد على منطقة بالحياة. هي مثلا مش مضطرة إنه تحمل المسؤولية الأكبر أو مسؤولية الأولاد. وبحب دايما ضوي على هالموضوع إنه بليز الشباب ما تتغيروا، كتير عم ياخدوا أدوارنا بمطارح معينة، وانا ضد هالموضوع كليا يعني. يعني انت بظل اذا بدك المطالبة دايما بحقوق المرأة ويكون هي بركة الحقوق متساوية مع الرجل، هذا الشيء نحن بركة بنضوي عليه من ناحية التشريعات القانونية من ناحية امور عديدة، بس مثل ما عم بتقولي حلو المرأة تضلها مرأة بأنوثتها بالضبط والرجال يضل هو هيدا السند، انا في اقول هالكتف يلي بتتكي عليه صحيح، المرأة بحياتها اليومية، وبالنهاية هن اكيد بيكملوا بعضهم مية البعض. بالمية مية بالمية. بنهاية هالحلقة بدي اطلب منك رسالة هيك تطلعي بالشاشة وتوجهيها لكل صبية عربية عم تحضرك، كيف هي فيها هيك تكون مؤثرة بالشكل الصحيح بالمجتمع؟ صراحة حابة أقول لكل بنت إنه قد ايه في ناس على السوشيال ميديا مؤثرين ومحبوبين وستايلهم حلو وكل شي تمام، بس ما تحاولوا تقلدوا بعض أو ما تحاولوا تقلدوا ناس، لا كونوا أنتوا وفكري حالك أنت بروجكت وعم تشتغلي على حالك as a project يعني، وتطوريه مرحلة بمرحلتها، بس أكيد بطريقة يعني أنا كتير بحب الحفاظ على البنت إنه هي كيف تحافظ على حالها توصل بطريقة كتير حلوة وفخورة وبقوتها، مش مثلا تخبري حدا أو مثلا حدا يسعالك أو شي هيك، بجهدك الخاص. بجهدك الخاص بالضبط، وتكوني فخورة أكتر بحالك ساعتها. وراح تكوني، وبدي أخبرها شغلة، إنه أنتي نعمة بحياة زوجك وبحياة أمك وبحياة أولادك وبحياة حبيبك وبحياة أهلك، وبتمنى انه عن جد كل بنت تشوف الجودة تبعها وتطور من حالها بطريقة كتير محترفة وما تهلك حالها، وكتير حلوة.
وانا بزيد كمان يعني رفع لحكيك الجميل، وبقولها كمان ما يكون عندها، اذا بدك دايما نحنا النساء بشكل عام والفتاة بتحب اذا بدك هيك المثالية، بالنهاية ما في كمان المثالية منا موجودة، ولا انت ولا انا، ما حدا بيرفكت. خلينا نجرب بركة نركز على نقاط القوة يلي فينا ونبرزها، وهيك أكيد بنقدر نحنا اذا بدك نتقدم بحياتنا ونوصل اكيد أكيد لاهدافنا. رفا المرجان ملكة جمال العرب لعام 2023 وملكة جمال السياحة العربية، شرفتنا بحضورك، بدنا نتمنى لك كل التوفيق بكل أكيد الخطوات المستقبلية، وإن شاء الله ثانك منضلنا يو لإليك، مواكبينك كمان. ثانك يو لإليك، وإلي الشرف كمان بمعرفتكم والشاشة عندكم أكيد. ثانك يو. أعزائي المشاهدين، ما تروحوا لمطرح، دقايق ومنكفي برنامج على الموعد لليوم.